السلام عليكم ورحمة الله، أهلا فيكم في سلسلة فاكتوري الحرب. أبغى أسوي شو اسمه مصنع بترول، أبغى أسوي مصنع بترول، فهذا بيكون مصنع شوي أكبر من غيره، ما بلتزم بالحجم القديم، يعني بيكون حجم شوي أكبر أفضل، لازم يكون شوي أكبر، أسوي بيبات وهالسوالف. بس عندي مخطط، أنا جاهز ترى، بحط المخطط على الأغلب وبمشي عليه. بس حق شو بيكون؟ حق بريكنج، أو لا بنسوي شيء كاستم حقنا نحن، بسوي شيء كاستم، يبغالنا نسوي شيء كاستم بس حقنا، لأن المكان ما بيتحمل المخطط الأصلي. بنمد بيب من هنا لين تحت ونسوي المصنع هني. هذا مكان، هذا ليش مضايقني كذا؟ هذا ليش شلو كل الشير؟ ما نبشير ما بشير ما بشير ما بشير. زين، اللي محتاجين نسويه شو؟ احنا محتاجين نسويه اللي هو هذا ستيل بليت، نقول هذا اوكي، وش الستيل لين نقول بس. زين، وش الستيل؟ هذا الستيل نسويه 3 ريفاينري، 3 تصور يكفي ريفاينري. بنحتاج من هذا عندنا 2، بنحتاج 9، 4 5 6 7 8 9، 9 بنحتاج منهم اوكي. وبنحتاج منايل قد ما نقدر، بنحتاج لان الحين قاعد اطور الليزر، عقب الليزر بطور الكهرباء، وعقب بنفتح الاكوموليتر عشان نحط السولار بانلز، فلازم نكون شو جاهزين. ونبى بعد شو؟ تناكي، تناكي يبغى لها شوي، بحطي كم تنكي؟ 12 16، ما اعرف، بحط كمية حلوة، يعني بحط كمية حلوة، يكون عندي مخزون انه قبل انه يوقف. انا اعرف انه 25 كلهم بسويهم اوكي، لان حنا حطي وشو، انا مشكلة بالكهرباء شوي ترى. مشكلة مش حاليا يعني، بس بتستوي عندي مشكلة قريبة من ترينتو. نسوي هايل، نحط هايل، والله موجودين في لوجيستيك. هذا وودن تيست، خلنا نحط مكان لوجيستيك، وهذا ايرون تيست، خلنا نشيل ونحط مكانه شو؟ نحط مكانه لوجيستيك. هذا هو الابجريد. لحظة، ليش ما سويت من الكهرباء على طول؟ على طول ما بتأخر، ما اتاخر، حسوي عواميد الكهرباء ليدات. لان انا حطيت بقريت حق الصناديق هنا، خبر خير. انا اروح نبدا نبني هناك. زين معلق، حرك، عندنا الكتريك انجنز، والله بسوي فيهم شيء بحق القطار، مختار ينفعنا، بس الحين قاعد ينتجوا لي ما شاء الله، دام ان عندنا انتاج بتري اوكي، امور طيبه. الحين بنحتاج اكوموليتر، والاكوموليتر شو يحتاج؟ نحتاج هذا لين نفتح الاكوموليتر، الاكوموليتر يحتاج بتري وايرون بليت، حلو، بس ما يحتاج شيء ثاني. والسولر نفسه اللي هو عندنا هني، شو بيحتاج؟ سولر بانل، ستيل بليت تحت، يعني شغلة تحت مش فوق عندنا، ولا ممكن تسوي له هني ستيل بليت وكل شيء عادي. سولر هني موجود، ستيل بليت، الكتريك سيركت، وكله بنسوي هني عادي، ممكن ترى، ممكن جدا بعد، مش بس ممكن فوق الجدة. فالحين احنا بنبدا اخطط ال، انا سويت 4 ريفاينرز، انا متاكد انه سويت 4 ريفاينرز. شوفوا، ما ريفاينري، كيف ما عندي غير، كيف ما عندي ريفاينري غير؟ سويت 4، اوكي مو مشكلة، بني بغيره عادي، مش قضية، بنسوي غيره، بنسوي ابو غيره بعد. خلنا نشيل ستيل، خلي عندي ستوك شوي، ابا بنشيلنا ستيل بليت، عنا وايد نحن مشكلة اوكي. 1 2 3، سوي 4 غير. انزين، خلنا نرجع للمخطط الاساسي.
التنكي شيء مهم ترى الحين اللعبة كلها في التناكي على فكرة. اللعبة كلها في التناكي الحين. أخبركم كيف نسويها. أول شيء نحن هني نبغى تانكي هالمسافة. هالمسافة طيبة. أوكي. حطي 6 × 18. أوكي. 7 × 3 نروح نحط 7 تناكي على الكمية اللي عندنا. لا خلنا نسوي واحد زيادة. خلنا نشوف كم ينقصني. خلنا نشوف كم واحد ينقصني. ونسوي تناكي أبعد شوي منهن. الفاينل لازم نشله. تناكي بيكون نفس المكان كلهم. بس أبعد. 1 2 3 1 2 3 زين. والتناكي اللي عقبن ابعد. كل وحدة خط تحتاج شيء ثاني ترى. بس على الاغلب هذا المصنع حاليا كبداية بيكون شو؟ اظني كله نفس الشيء. بس شو؟ لحظة. 21 هذه الهم. كم تنكي عندي زايد؟ 1 خله. زين. 8 كل مكان. ترى يشيل وايد الثمانية. وايد يشيل مو شيء. اكثر ما تخيلون. هذا نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر 4 انزين. ما يفرق وايد انزين. وهاي نوصلهم في شو؟ شكرا. خلنا نسوي اكوميليتر من الحين. ريسيرش. هذا هو الاكوميليتر. بنسوي لهبة. تعال مساحات كبيرة عندنا فأوكي. بس ما بأخسر مساحة كامل. انزين. بنوصل هاي في هاي لهبة. هذا في هذا. هذا في هذا. وبني بهني بيبات. انزين. بنوصل هذا في منو هذا. وهذا البيب الاساسي مالي يطلع من هني. حتى مش هذا. ويت. نشيل من هذا. وصل هني. خله ورا مو مشكلة. خله ورا. شوفوا هني اثار شير مساكين. مو مشكلة عادي. ولا انه ايبه وايد قدام. ولا انه ايبه مليون خطوة قدام. هذا هو. مدخل واحد بس. بترول نوصل مدخلين بترول. يمكن اسوي ادفانست عقب. واحط في بالي اني ابى شو. احط اني في بالي اني ابى. ايب لحظة. هني. هذا حلو معي. نسوي اويل بروسيسنج حقهم كلهم. انزين. ونيب اول شيء بيروح للتنكي هذا. شوفوا اول شيء بيروح لهذا المستوى. هذا الغاز. غاز بي دايركت من هني لين هني. بيشل هذا الغاز وياه وبيتوكل وين؟ هني. حلو. ركزوا معي لان هذا هني اللعبة كلها. انا مخلين مقطع الحلقة على اساس انكم تشوفون مصنع البترول من اكثر الشغلات اللي تضيع الدنيا. زين. الثاني اللي هو اللايت اويل بيكون تحته خطوة. بيكون في التنك اللي تحته. اللي هو وين بيتجمع؟ هني. بيكون وين؟ هني. اوكي. وهذا راح يشل منو اللايت اويل من وين؟ من هني. ونوصلها بالبيبات طبعا في بعض.
فليت كل الاربع محطات. انا عندي محطة ما حطيت في الوسط، لحظة. حطيها هنا، خلاص توصلت. بس انزين، والنيب هذي نحطيها هنا، نسويها الطريقة هاي هني. هاي توصلت كلهم في بعض هي. وعندنا بعد الحين شو الهيفي اويل. هيفي اويل كله وين بي الحين؟ هذا اللايت اويل، الهيفي اويل اخر شيء. الهيفي اويل بيتم هني، تم دايركت وين هني. حلو، ناخذه هني بيب مكان، بيب مكان، بيب هني، ونوصلها ونوصل البيب الاساسي. شكرا على الهجوم، زيغوني. اوكي مو مشكلة، خلكم خلكم هجموا انتم. زين، كل مصنع يحصل ليتات. بحط كيابل كهرباء زيادة على فكرة شوية. زين، عقب الاكوميليتر بنحتاج رشاش فاير سبيد، نرفع شوي لان عندنا بارتي نحن. زين، هاي بس عبارة عن البترول وتوزيع البترول فقط. الانتاج موضوع ثاني، يعني كيف نحن بننتج بنسوي هذا، هذا شيء ثاني الحين. بس هلنا نطلع بترول اول شيء. مصانع البترول ترى هي من اكثر الشغلات اللي يمكن واحد يطول فيها، لان اصدقائي عيب. زين، والنيب لنا هني مدة بين بيبنون الجماعة، عادي امور طيبة. بيبنون عندنا مليون في الكهرباء، ما بيقصروا دام ان احنا محميين، امور طيبة. الطريقة هاي من الرشاش حلو. شو الحلو فيها؟ روم اسوي ابجريد للرصاص بدون ما اسير عليها، يعني ممكن اخلي للرصاص هذا يخلص وابجريد الباقي. بس اللي راح يستوي على الاغلب راح ابدل اللي برا عقبهم، راح يكون رشاش مكس معه ليزر. من ابدا احط سولار بانل، سولار بانلز راح يوفرون لنا واي شغلات، يعني توفر سولار بانل شيء زين، وايد زين سولار بانل، يعني شيء خرافي انا اسميه. والحين ترتيبنا اللي هو الكيميكال بلانت. من يوصل هاي الكهرباء يوزع عندنا التاج، بدا عادي يكون في توصيلة كهرباء ولا شيء امور طيبة. انزين، الغاز ما يبغى له وايد شغل، الغاز ما يبغى له وايد شغل. نباه بتري منه، شنو نحن شنو نباه في الاساس؟ بتري وشو؟ بلاستيك. اوكي، بلاستيك عندنا هني التاج وايد ترى على فكرة. بس نحن نبى ننتج روبوتات محلية هني، وننتج شو شغلة ثانية. طيب دقون كيو على الفحم بروح يطلع، ما بحتاج فحم اكثر حاليا، ما تصور احتاج اكثر. يحتاج بيكون حق داخل مش حق هني. نزيل وبنسوي سمول سملترز هني صغار. هذا فيه حصة وما بقاش الحصة مع منو، لان الحصة يخرب الانتاج، الحصة باختصار يخرب الانتاج. ما احس ما منه وايد خير. خلنا نسوي لنا هاي كمية بنحتاجها. انزين، ما منو مش من وايد دوران خير، يعني يوم يختلط مو بكفي. مثل هذا يخرب عليه دنيتي ستون، هذا شوية هذا
عادي يسد الخط كامل. بنحتاج فحم لكن بشيل من تحت عادي، انه ننتج فحم محلي. هذا الانتاج، هذا وهذا الانتاج منه. بنسوي عقب هم بترول. شو قاعد يستوي؟ قاعد يستوي انتاج عندي داخل هين، مو مشكلة استخزن في التنكي. اول ما ببدأ انتاجية بيبدأ شو يبخ بترول. خلهم يبون المخزن انسان، لان استغني عن اللي عندي حاليا هني. خلهم يبون بعد هذا هني. الفحم مش من الشغلات المستهلكة وايد عندنا دائما، بس نوصل لمرحلة نحتاج نغير يعني خلاص، نبغى شيء غير الفحم. خلنا نسوي سبلترز ونعق هذا بعيد، مو هذا بعيد، مو هذا. خلي السبلتر ينزل عندي تحت. زين، فحم انا اشوف هذا يسده، اما الحديد بزيده. الحديد والهذا انا استوى عندي شوي هاي، ما ابغى حصة، ابغى حديد صافي. بستغني عن هالمنطقة مقابل اني ما احطي مع شو، مع حصة. بس اوكي راضي انا فاي، ولا اني احطي الحصة اللي بيلوع تبدي. مدي نبا مدي ونبا لحظة، هذا عندك كهرباء يكون قريب، ما له داعي. هذا زين، هذا ما في لا ما ولا خلطان. زين تعال تعال، نطلع هني سملتر بعد. هنا بنحط سملتر، هنا بنحط سملتر، وبخلي هالمكان شوي فاضي حق انتاج شيء ثاني. هاي اللي بيكفون حق اللي نبغاه هني، ترى هاي اللي بيكفون، ما في مشاكل. بس ما بالظلام هذا، ما بلغينا الحين، صبر. ما بشوف الظلام في المنطقة. خلها تنور شوي حق شوف الا ظلام ظلام ظلام. دام عندنا انتاج الليتات، خلينا نستغل انتاج الليت. ها شو الفايدة من كل الليتات اللي قاعد انتجها اذا انا ما بحط الليتات؟ المصنع يكون منور دوم. انزين، هذا بالاساس مصنع البترول الكيميكال راح يقوم بالطريقة هاي. بس نحن بعد محتاجين شيء ثاني، نفتح ادفانسد اويل بروسيسنج. بس وين بيفتح؟ عندنا ولا بطلنا؟ لا ما بطلنا الحين، انا متاكد ما بطلت ادفانسد اويل بروسيسنج. هذا هو. بس الادفانس محتاج اشوف الادفانس محتاج البلو. ادوانس محتاج نحطي له بلو. انزين، نحطي هذا هني. شوفوا هذا واحد، هذا اثنين لكن لن يستعملوا حاليا على فكرة، راح يتم فاضي. هاي الشكل راح يسوي بور بلانت، خليهم فاضيات. بس هالمنطقة خلاص عرفناها حق شنو. الحين الترتيب ياخذ منه وقت طيب،
الترتيب يباله شيء افرت شوي، يباله شوي جهد، يباله هاي الامور. انزين نحن اساس اسوي سملت، شو بسوي؟ ما بشبه هناك فحم اللي هناك، خلي هذا في فحم اتصور كفاية وزيادة بعد. سملتر فوق بيسك سملتر، لا هاته وسوينا حق الستيل. وين السملتر مالي؟ وذهب بس هذا فيه الأحمر، حيث كان عندي نسخة معدلنها أنا. مو مشكلة عادي بالرتبة راح يترتب، مش مشكلة. بنحطي هذا مكان قريب له مرتب شوي، وهذا بعد يكون مرتب شوي، ما بقى زاحم الدنيا كلها من مكان لمكان. والفحم شو نسوي فيه؟ الفحم معروف شغلته، نحطيه هني هني بهذا. سيدة عليه اوكي، يعني هذا وين هنا؟ هذا الاثنين راح يدبرون انتاج اللي هو الستيل والكوبر بليت. هذا انشاء محطة البترول ان شاء الله. انا ما بطول عليكم الحلقه اكثر، الحلقات طويله ما كفايه شغلات. بعد انشاء محطه البترول اشوفكم ان شاء الله في الحلقه الجايه، وبنقول لكم شو الخطه اللي بعدها، وكيف راح نسوي الباور، وكيف راح نسوي باقي الامور، وكيف راح نسوي ريسيرش. وذكرتوني هم موجودين نسوي ريسيرش حق منو؟ سب ستيشن والليزر. سب ستيشن او الليزر خلينا نسوي الليزر. تقولت لا يباله ميليتري، سب ستيشن يباله بلو. خلاص بنسوي البحث العلمي الازرق في الحلقه الجايه، فنشوفكم ان شاء الله في الحلقه القادمه على خير.